السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نسوي جولة لمنتجاتي مع جهاز القص كاميو. وأخيرا الفيديو المنتظر قد أتى. نعم. هيا يا نوت نبدأ من اليمين. في البداية راح نسوي جولة في منتجات نوت، ولما تخلص تعلمكم طريقة استخدام الجهاز وتستعرض معكم الخامات المستخدمة مع الجهاز. يلا بسم الله. أول شيء هذا بوكس العيد، طبعاً بوكس جاهز اشتريته أنا من الجملة، وحطينا عليه هذه العبارة عيد الجيثن وكل طفل اسمه. مثلاً عندنا هنا العلبة هذه النوت، وكتبنا أسماء أطفال العائلة الموجودين في العيد، وهذه أيضاً كانت من التوزيعات في العيد للأمهات. اشترينا علب ميك اب او علب تخزين، وباستخدام الكاميو حطينا على كل واحدة اسمها وهديناها كهدية العيد. الفينيل الحراري استخدمت هنا الفينيل الحراري، والعلب اللي قبل فينيل الاسطح، مرة كيوت. طيب اللي بعده، وهذه ايضا كانت من توزيعات العيد، جبت لها علب اكسسوارات من سوق الجملة، وقلت لها اكتبي على كل علبة اسم من اسماء بنات العائلة، وحطيناهم في البوكس الأم هذا الذي يحوي هدايا العيد. واستخدمنا بعد الفينيل الحراري. الفينيل الحراري هذا يستخدم على الأقمشة، على الجلد، أما الفينيل الأسطح يستخدم على أي شيء بلاستيك، كرتون، زي كذا. وهذا شكلها من جوا، مرة حلوة. وقبعة التخرج حقت ميسو سويناها بجهاز الكاميو، وهذا الوشاح أيضا سويناه بجهاز الكاميو. طبعا القماش خطناه، واحنا سوينا الاسم والتاريخ. طبعا زميلات الفصل كلهم اشتركوا عند واحدة تسوي لهم تطريز، بس انا قلت لا احنا نسويه بجهاز الكاميو ومجانا بعد. هذا التاريخ، شوفوا ما شاء الله الدقة والاتقان، وهنا الاسم ما شاء الله تبارك الله. هنا نقطة الجيم طاحت، اي من العام الماضي وعندنا يحوس وطاحت النقطة، شكلنا ما كويناها زين. طيب اللي بعده، والآن جولة في المقالم. أول شيء هذه سويتها لماما، قلت اكتبي أسماء صغيريني وأعطيني إياها. لا في وفاء. الله الله، طبعاً فيني الحراري هنا لأنه قماش. وهذه حطت وردات، عجبني هذه الوردات. جميل جداً. والمرة حطت كذا. وهذا لي ثنتين سويتهن من فرقة نيو جينز. شكلهم حلو كتير. طبعا هذا ستيكر حراري، يعني جابت الصورة من النت وطبعتها بالستيكر الحراري بالطابعة العادية، وبعدين لصقتها بالمقلمة عن طريق الكواية. وهذه بعد، وهذه أيضا بالستيكر. وهذه حق ظهري طبعت الهلال. ما شاء الله يا ظهري جاهم مبسوط. الله، عشان اليوم الوطني نحلم ونحقق. ونيجي للستيكرات اللي هابت صغيريني وصغيرينكم يمكن. ما شاء الله تبارك الله يحبون الستيكرات، فتنة. أول شيء هذول اللي هنا ستيكرات جارفيلد الضاري، سوتن الضاري، سويت كثير هذول بعضهم صح استخدمهن؟ إيه كثير استخدمهن. وين حطيتهن يا ضاري؟ في بعضهم حطيتهم بالدفاتر، بعضهم حطيتهم بالدراج كذا. ما شاء الله استمتعت فيهن أجل. هذه الشخصية صاير يحبها ضاري بفترة أخيرة كثير عندي أصلا، بس راح نوصل. طيب استخدم الأغلبية وبقين هذولي، يلا لحقنا نصورها. هلو كيتي، هذا الاستيكر سبايدر مان، وهذا توقع اسمه ديد بول أو شيء زي كذا الضاري. جميل. هذولي علب توزيعات استخدمت ورقة ورق مزخرف. افتح لكم واحدة. طبعا اخذت هذا قالب من بنترست، ترى اصغر حلاوه، حلو ما شاء الله تبارك الله. طبعا نسلقها. وهذولي يسمونه المنقاش او شيء زي كذا، نحطن على الكيك والحلويات والاشياء، مسوينها لرمضان صح؟ ايوه من زمان ذي، يمكن اي برمضان ذا او قبل. في حلوينه هذه طيب رمضان، في سمبوسه ياوي. كنا نحطهن على الأكل. وهذه مرة كيوت ما شاء الله، الشغل نظيف. البنت والعائلة
والجيمات احلى شيء. ضحكون هذا العائلة اللي تجيب الام بي سي. وهذه العلبة احط بالنوتات. جميلة ما شاء الله. وبعد هنا في توزيعات. هذه حقت الارنب مثلا. دخل هنا قلم، احط فيه شوكولاتة، احط رصاصة، هنا شيء. كانت نوت تتعلم درس فطبقت وسوت هذه المنتجات. في هذا عصفور او صوص زيت زم بس. كيوت. هنا نحطه كذا. يصلح للاطفال الروضة. اي مرة كيوت. ونيجي الان الى الاكواب. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا ايش عندها. شكل كل ما فضيتي سويتي كوب يا نوت. اكيد احب الاكواب انا. طيب اعطينا بالتفصيل. اول شيء هذول كاسين كانوا زي كذا. بس انا زي كذا طبعا استخدمت ستيكر ولصقناهن كذا. حلو ما شاء الله. هذا ستيكر الاسطح. ايه ستيكرات. حطيت قهوة لانه كذا لونه بني فالناس يقهوة. وهذا الكاس اذكر زينته باول متوسط، بداية اول متوسط، وكنت اقوم بدري واروح ازين لي كوفي. اذكر يتزين بهذا مرة عجبني شكله. استخدم الفنين اللماعي. ايوه. وهذا حطيت فيه سعودية. اشتريت له الكوب الحلو هذا، قلت حطي لي اي شيء يخص السعودية. يا سلام عليك، حطت لي هذه السكرات الجميلة. وهذا كاسي المفضل، مرة عاجبني. طبعا كان كاس الماما بس انا سرقته، رحت بعت عليه كذا. تم السرقة يعني. وصار حقي. وهذا استخدمت فيه فنين الاسطح باللون الاسود، وحطيت لي النحلة مرة كيوت. هم حاطين بي كايند كن لطيف، وبي يعني هي نحلة متشلون، فحطوا النحلة عشان لطيفة يعني. طيب. علقت. شكرا على الشرح. وهذا مرة حلو، دائما ضاري استخدمه. الالوان تجنن ما شاء الله. مكتوب ليتل مونستر، مرة كيوت شكله. وهذا كاس البابا. واو الهلال. مرة قديم سويته، اختفت ال 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 الالف. طايح الالف مقاشع. والهاء وين فتحت يا ماما؟ صارت ميم. من زمان، من اول ما جبته ما شريت الفينيلات للحين، من اول ما جبته رجعت. يعني هذا تجربة كان. ايه. والله ما شاء الله تجربة وابداع. هذا كاس الماما مسويته بنفس الفترة لما زيت كاس بابا. بداياتي. كانت تجرب علينا. توفي طبعا اسم الدالة حق وفاء. سلكوا سلكوا. وهذا برج الكاسات. ما شاء الله تبارك الله ابداع، تغذية بصرية صراحة. اول شيء هذا استخدمت له بنفسجي. شو مكتوب العبارة؟ صدقية ما ادري ايش ذي الكلمة الأولى. خفت غلط. ميرميد شيء زي كذا. ار ماجيك. وهذا بعد ليتل، اصبري هذا الخط ما ادري شلون اقراه. مرة سخيف. ويندر وين شيء زي كذا، ما ادري صراحة وش هو، بس كيوت الورود اللي هنا. دقيقة الرسمات. وهذا كاسي المفضل، احبه مرة حلو. شلون كذا شكك مسويت لنا اثنين فوق بعض. ايه اول شيء جبت التصميم، بعدين فصلت هذا عن اللي ورا ذا، وخليت يقص هذا اول شيء. اخترت لونين مختلفين، هذا فاتح وهذا غامق. خليت اول شيء يقص هذا ولصقته، ثم هذا ولصقته. مرة ابداع ما شاء الله تبارك الله، حتى تناسق الالوان روعة. انا اصلا كنت بزين زي كذا، اذكر كنت اتفرج بالانستغرام واحدة مسوية نفس كذا فعجبني، والحمد لله طلع عندي نفس هذا القالب. بعد حلو تسوينها بفنيل الحراري على بلوزة مثلا. ايه صح يمكن تطلع حلوة، تطلع فن وابداع. وهذه الدفاتر اللي سويتها. اول شيء هذا جبت استيكرات وحطيتهن هنا، طبعتيهن بالطابعة بعدين قصتيهم. ايوه. وهذا سويته بالفنيل الاسطح السادة. بس بدري ايش صار بهذه وهذا. طيب وهذا الدفتر انظاري ما شاء الله ملغم بالستيكرات. حطيت ستيكرات سبايدر مان، ومن وراء واحدة فكفت حطيتها هنا. حلوة فكرة والله. وهذا دفتر الحالي حق الشخاميط اللي بدري وراء بدي اتقشع. حطه فيه انمي. وهذولي بعض كشكولاتي الغريبة العجيبة اللي ما بيها حد يشوفها. وبعد هذا اللابتوب. استيكرات. انا عاجبني هذول الاستيكرات اللي مزينت نظاري، فزي حطيت نفس القالب وطبعت الميسو بعد، بس لصقتها من غرفتها. وهذا الكاس نسينا نصوره بالعرض. وهذولي ويش الوردات الاستيكرات شفافة.
طبعا ليش الشفاف يبان هنا؟ عشان ابيض هذا اللون اكثر من الكاس بينات هنا. اي لو حطينا احنا استيكرات شفافه بشيء ابيض يبان اكثر من حطيناه ملون. والان نسوي جوله مع الملابس ونشوف منتجات نوت فيها. اول شيء هذا القميص حق ضالي مره جميل، الوان تجنن. You are stronger than you think. يعني وش ترجمتها؟ ما ادري. اي انت معضل معضل than you think. ما ادري ايش هذا صراحه، ما فهمت شلون. انا اعرف الكلمات بس ما ادري. اذكر بابا ترجمها لنا، قالنا ذاك اليوم كان معناها مره حلو. طيب قلبيها مع قدام، حاطين اسمه بعد جميل قدام. انا احب هذا الخط مره يجنن بس نحيف شوي. البوس العافيه ضاري. وهذا بلوفر حقي، حطيت هنا كازا وهنا دوما. استخدمتي الفينيل الساده صح ولا لا؟ ايه. والله انك مبدعه 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 ما شاء الله، كيف جت الفكره في بالك؟ ما شاء الله تبارك الله. ما ادري بس صعبه شوي. واضح انها صعبه ودقيقه جدا، بس والله انك مبدعه ما شاء الله تبارك الله. ما عمري شفت حتى بالوسائل التواصل الاجتماعي احد يسوي زي كذا. طبعا هنا ما ادري ايش كنت بحط بكتب كلام، اكيد بحط كوكوشيو بس بعدين. طيب هذه تلبسين المدرسة عادي؟ اي عادي. طبعا هذا من ورا من اول يوم انا ادرس. يا ويلي تلبس بلوزه فيها صوره تودى للاداره وتصادر. هي من قدام صادر. وهذا القميص الجميل، الله عليك كتابات بعد. ايوه. طبعا هنا الساعه عشان نكوي. هذه الاشياء ترى ناخذها من الانترنت يا بنات، من بانترست اكثر شيء او من جوجل. إيه. اذا كانت اشياء غير محميه الحقوق عادي. طبعا هذا من ورا مو من قدام. هذا من الخلف. من قدام وش فيه؟ او ساده الساده من قدام كذا. فكره نوت ان تزخرفها من عند ورا فقط، قدام ساده. اوكي. وهنا حطيت دومه صغير من ورا. شخصيتك المفضله؟ ايوه اكيد. ومن قدام ساده. وهذا قميص ضاري المدرسة. وش سوينا فيه من الخلف؟ شوفوا الزين يجنن الخط الخرافي ما شاء الله تبارك الله. ايش رايك ضاري فيها؟ حلوة؟ حلو. فكرتي ترى غريب ذا القماش الفينيل. وهذا قميص الضاري حط فيه شعار الانمي المفضل لدي هذه الايام. ومن ورا شخصيته. واو وش اسم الشخصية ذي؟ زينتوس. زينيتسو اسمه، مو زينتوس. زينيتسو مو زينتوس، زينيتسو مش زينتوس. بالتعليقات بتيك توك يقولون زينيتسو ترى يا ضاري. زينيتسو. وانت عارف بس انك تحب تسميه زينتو. زينتوس. زينتو. المهم بطيخ اللي بعده. هذا سويته الميسو هنا مكتوب جوتسو كاسن. الانمي المفضل لديها هذه الايام. ومن ورا هذا الانمي الثاني المفضل لديها ايضا. الثاني هذا تحب تشوف افلام انمي ميسو، بس ان شاء الله طفه وتروح باذن الله. ونيجي للقميص الاخير والاجمل والاكثر جراه، وهو قميص ماما. حطيت فيه صوره شعار القناه او القنوات كلها على السوشيال ميديا واسماء احباب قلبي نوت مياسه وضاري. واحباب قلبي احباب قلبها ضاري. على كيفك كلكم، القلب دكان وكل له مكان. اي بس انا الافضل. وش رايكم فكرتي؟ الصراحه جراه انا ادري، بس حلوه صح ولا لا؟ ان شاء الله باذن الله بلبسها للدوام بكره. طبعا هذا الجهاز جهاز الكاميو 4 برو، كبير جدا حجمه، وفي كاميو 4 حجمه اصغر من برو. ياخذ حصيره مقاسها 24 انش. كاميو برو يقص 24 انش الطول، اما كاميو العادي يقص 12 انش. صحيح. وطبعا كاميو برو 4 ممكن استخدم في حصيره 24 انش، وكذلك ممكن استخدم حصيره 12 انش، بس انا جبت لها الكبير. ليش؟ قلت بعدين يمكن تجي مشاريع مستقبليه او افكار تحتاج الى كاميو كبير، فنكون اشترينا مره واحده. اما الحين انا عندي هذه الحصيرات، لازم جت تقص تحط الورقه على هذه الحصيره وتدخلها في طرف الجهاز. طبعا هذول كلهن اللي عندي 12 انش.
عندي هذه بشركة سيلويت. هو الجهاز تجي معه واحدة فقط حصيرة مقاسها 24 انش، بس نوت راحت اشترت صغار، قالت اسهل للتعامل، واصلا مع الوقت ممكن يعني يروح الصمغ اللي عليهن، فتحتاج انها تعبي صمغ جديد او تشتري جديدة. فجبنا لها جدد وجبنا لها برضو صامغ لو احتاجت. والآن الأدوات المساعدة في عمل الكاميو. أول شيء هذه مثلا الحين أنا حطيت الورقة على الحصيرة، أروح زي كذا عشان تثبت الورقة. جميل. وهذه عشان إذا زينت استيكرات أطلعها كذا، مثلا هذه الحين ملصوقة، بدل ما أطلعها بيدي تنقطع أدخلها من هنا وكذا أطلعها. حلو. وهذه تفرغ. تفرغ الفينيل الحراري اكثر شيء، صح؟ ايوه. هذه يصير مثلا في فتح من جوا، يصير افرغ اشياء صغيره ودقيقه اطلعها بها فيها، ولما تصير موجوده هنا هذه احطها جوا هنا كذا زين. احيانا يلتصق فيها اشياء صغيره ودقيقه، فتستخدم هذه الخضره علشان تزيل فيها ما يعلق. اول شيء في هذا في كذا شيء نفس الشيء اللي يقشعن واللي يشيلن واللي يلصقن. ايوه، هذول كلهم يساعدن ويسهلن العمل. طبعا جهاز الكاميو هذا ترى في ناس فاتحين مشاريع وبزنس من خلاله، وحنا صراحه ودنا يعني نجرب هذا المجال، يعني متحمس انه نوت ممكن يوم من الايام تفتح لها متجر وتستقبل طلبات وتزين الناس ترسل لهم، ولكن ان شاء الله بالمستقبل القريب. لكن الحين فقط جالسين نسوي لانفسنا منتجات واشياء توزيعات. وهذه الخامات المستخدمة مع الكاميو. القسم الأول هذا كله فينيل حراري استخدم مع الأقمشة، وهذا القسم الثاني كله فينيلات أسطح تستخدم مع أي شيء له سطح ناعم. طبعا هذول الاثنين كذا مزخرفات، فينيل أسطح مزخرف حلو مرة أشكال، وهذا مورد وكروهات. إيه في اشكال مرة كثيرة. ولماعي. إيه هذولي لماعيات لان الوان مرة كثيرة ويجننوا. هذا لون احمر، هذا لون ازرق، وفي تركوازي من وراء، هذا لون بنفسجي، وهذا لون ازرق، وهنا اللماعي، وهذا الاخضر، وهذا الاسود والابيض الرصاصي، هذا الاحمر احمر ثاني، وهذا الذهبي، وذا اللون النحاسي، تدرجات الذهبي والنحاسي، وهذا بعد ثاني رمادي واصفر، بينك وأصفر وبرتقالي أسود، وألوان عجيبة. وهذولي ألوان الفينيل الحراري، هذا فينيل لماع ملون ما شاء الله، وهذا يصير كذا في تدرجات مثلا كأنه غيوم رصاص زي كذا، في أزرق وردي أحمر. حلو ما شاء الله. وعاد هذه الألوان، كل الألوان عندك ما شاء الله تبارك الله. لا وبعد تدرجاتها. وهذا الناقل يجي مع كل الفينيلات. طبعا الجهاز وجميع خاماته وأدواته نشتريها من متاجر متعددة، ولكن على رأسهم وأكثر متجر شرينا منه متجر الأمازون، سواء السعودي أو الأمريكي. الفينيل الحراري طبعا يستخدم زي ما قلت لكم على الأقمشة، سواء بلايز، مفارش، شنط، وبعد نقدر نسوي غلاف المخدات، نقدر نطبع عليه شيء. صحيح. أو والأسطح نقدر نسوي كاسات، نحطه مثلا على الدفاتر، وبعد الأسطح نقدر نحطه على السيارات، على الجدران، على الأثاث، على الصحون، على الأجهزة والأكواب. وهذولي A4 نطبع عليهن استيكرات متنوعة من الانترنت أو من بانترست خصوصا، وبعدين نطلب من جهاز الكاميو 4 يقصها لنا. الملف الأول استيكرات للأسطح، أما الملف الثاني والثالث فهو زي الفينيل الحراري، استخدم للقماش والشنط والمخدات، أي شيء قماش يعني. طبعا في برنامج خاص الجهاز الكاميو اسمه سيلويت، نحمله على اللابتوب وبعدين نشتغل عليه. هذه نوت الآن جالسة تسوي لنا استيكرات على الهواء مباشرة. طبعا ما نقدر نشرح لكم بالتفصيل والخطوات لأنه اليوتيوب مليان ناس متخصصة وناس ما شاء الله تعرف تشرح كويس، وأيضا في دورات أونلاين وفي دورات حضوري تقدرون تأخذونها وتتعلمون طريقة استخدام الكاميو. نوت أخذت دورتين تقريبا عن طريق الأونلاين، وأيضا تعلمت من الإنترنت سواء مقاطع عربية أو أجنبية.
وهذه استيكرات طبعناها والحين بنقصها. والآن نوت تعطي أمر قص جهاز الكاميو عشان يقص استيكرات. ما شاء الله تبارك الله، وهذه الاستيكرات جاهزة. طبعا التجربة صارت على استيكرات صديق ضاري، طلب منه انه يسوي له استيكرات وارسل له الصور، وعاد بما اننا قاعدين نصور اليوم جلسة مع الكاميو، وقالت نوت يلا بزين استيكرات صديق ضاري، وقلت اجل خلنا نصور علشان يشوفون المتابعين ويتعلمون منك لو شيء بسيط. ما شاء الله تبارك الله، هذه طريقة الاستيكرات، شوفوا لاصق من الخلف. الطابعة اللي استخدمناها طابعة ليزر عادية، لكن دائما ينصحون في استخدام الكاميو طابعة السبليميشن، يقولون تعطي ألوان ناقعة وحلوة، فإن شاء الله ناويين نشتريها عشان تكون منتجاتنا أحلى وأحلى. وخلصت جولتنا مع الكاميو، جولة بسيطة خفيفة، إن شاء الله أنكم استفدتوا. وإذا تبغون معلومات أكثر تلقون في اليوتيوب مرة مليان مقاطع ناس تشرح وتوضح وتبسط الموضوع عليكم، فحنا أعطيناكم تجربتنا بشكل بسيط، وإن شاء الله أنكم استفدتوا. نستودعكم الله، ولا تنسونا من اللايكات وشاركوا المقاطع مع أصدقائكم. ترى من جد زعلان عليكم من موضوع اللايكات، مرة شوي اللايكات مو على قد تعبنا على الفيديوهات، فأرجوكم كثروا لايكات، ودنا نصل إلى 500,000 بأقرب فرصة، وبعدها ودنا نصل إلى 1,000,000 متابع بإذن الله إن شاء الله. شكرا لكم على المتابعة، ونعتذر جدا على التأخير في موضوع الكاميو، لأن مرة كثير طلبات وناس كل مكان ترسل لنا، والحمد لله سمحت لنا الفرصة وصورناها اليوم ونزلنا لكم فيديو الآن، ونشوفكم على خير. مع السلامة. باي.